ازيكم شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على التدخين واضرار تدخين الجسم. اول ضرر ان هو بيسرع السرطان، تاني سبب ان هو بيسرع الموت، تالت سبب ان هو بيبوظ الجهاز التنفسي بتاعك، رابع سبب ان هو بيبوظ الجهاز الكارديوفاسكولار اللي هو الجهاز الاوعيه الدمويه بتاعتك. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو بطلت تدخين هيبقى احسن لك.